صباح الخير، ادينا هنا كده قدام قريت. هنبتدي ان شاء الله عشان الناس اللي ما شافتش ده المدخل اهو. تمام، لما بتبقى جاي من عند اتجاه فايد بتبقى جاي من الاتجاه ده، بيقابلك الاسوار وبيقابلك المنظر ده كده. تمام، تخش هنا اول حاجه، هنا بيقابلك طبعا على ايدك اليمين قدام خالص، على ايدك الشمال اسف، بيقابلك قريه مارينا بيتش. بعد قريه مارينا بيتش على طول بيقابلك هنا قريه دريم شاليه. دريم شاليه اهي اللي الناس كلها كانت بتسأل عليها ومش عارفاها، ادينا اهو قدام قرية دريم شاليه. يا ريت بس الناس اللي هتخش كلها يا ريت تعمل مشاركة وشير علشان الناس اللي ما تعرفش القرية تعملها. وطبعا انتظرونا طبعا معانا البث للآخر، لأن في مفاجأة هنعملها في آخر البث إن شاء الله. هنبدأ تصوير الأول من بداية القرية من هنا، يبقى هنبدأ بقرية دريم شاليه. أول ما بنخش القرية طبعا زي ما وضحنا لحضراتكم إن القرية هتكون عبارة عن 5 شاليهات صف أول على البحر فقط لا غير. تمام، خمس شاليهات بيكونوا بالمنظر ده، الشاليهات اهي. تمام، هنخش جوه الشاليه دلوقتي نقرب المياه. المياه عشان الناس اللي بتسأل، طبعا قرية اللوتس هي الشماس اللي هناك دي هي قرية اللوتس. على بعد خطوات بيفرق ما بينهم الاسوار، الاستراحة الأول بتاعة الإدارة، وبعد الاستراحة بتخش قرية اللوتس على طول. وبرضه احنا هنصور خارجه طبعا معانا للآخر عشان تشوفوا كل حاجة. خش نصور لكم جوه الشاليه عشان تعرفوا إمكانيات الشاليه كلها. تمام، بسم الله، جوه الشاليه كده الريسبشن. كده المطبخ، ثلاجة، بوتاجاز، بوتاجاز وفيه كده تجهيزات. طور الشريط التاني، بنعتذر لو بس قطع، ده بيكون بسبب ان انهي الشريط اللي فاضي يا محمد؟ التاني، معلش بس لما بيقطع بس عشان الشبكة هنا ضعيفة شوية فالبس ممكن يقطع، فسامحونا لو قطع هيرجع تاني مع حضراتكم. تمام، مش بس الشريط الأول ده كان الاستراحة بتاعتهم، فأنا هصور لكم الشريط التاني. تمام، بس النظام اهو، الشاليه أول ما بنخش لقيناه. تمام، ده الريسبشن اهو، طبعا قدام منكم البحر. دي مروحة، الحاجات اللي موجودة داخل الشاليه كلها اهي. تمام، دي كده كل البيانات اللي موجودة هنا في الشاليه، تلاجة، بوتاجاز، غسالة، كاتل، هذا فوق، هنا تجهيزات كوبايات، معالق، براد، أطباق، وفي الشغل المعالق كل حاجة. ده كده البر، نخش جوه. من كده أول سرير، أول غرفة بيكون فيها 3 سراير والغرفة مكيفة. 3 سراير اهو، الفرش زي ما حضراتكم شايفين فرش فندقي، حاجة محترمة جدا. تكييف اهو، يعني كده بيكون الضغط الفضيع عشان فيها. تمام، البحر على طول. ده كده أول غرفة، نخش على الغرفة التانية اللي هي الغرفة الرئيسية. تمام، دي الغرفة الرئيسية اهي، كل فيها كل ايه، كده الدولاب الكبير، صباحكم ابيض. ده كده الحمام، ودي كده بالنسبة لتفاصيل دريم شاليه. كل الشاليهات نفس النظام بالنسبة لدريم شاليه. القرية فيها خصوصية كاملة، عشان كده احنا بنقول تنفع للمنتقبات وتنفع بالأخص للمحجبين.
طب انتوا شايفين هو كلها اهو، دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمس شاليهات فقط لا غير، خص ازاي كمان مفيش أي حاجة هنا ولا في أي خدمات غير إن أنت بتتمتع بالشاطئ بس. ولو حابب تتمتع بشاطئ اللوتس إحنا دلوقتي إيه، خليكم معانا، إحنا هنطلع من بره وهنخش على قرية اللوتس من بره خالص. يلا محمود، محمود تمام. الناس اللي حابه تتابع معانا انتظرونا لاخر البث للاخر عشان هيكون في مفاجات، ده هيعمل شير كتير في جروبات، هياخد مفاجاه كويسه جدا في اخر البث هنذيع عليها. يلا في انتظاركم، اللي يعمل شير يبعت لنا ويقول تم. هنطلع من قرية دريم وهنخش على قرية الدوتس. شكرا يا كابتن محمد. ده كده هو بنطلع، اوريكم فرق المسافة ما بين دريم لحد ما توصل قرية اللوتس، برضه هنصورها عشان الناس كلها تبقى عارفة فرق المسافة قد ايه. نعود نقول تاني، يا ريت الناس اللي بتشاهد معانا تعمل شير ويعمل كومنت او يكتب يوبي بحيث يرفع المنشور، واللي هيعمل مشاركة لأكتر من مرة في مجموعة هيكون ليه مفاجأة في آخر البث وهنكسب الناس كلها. طبعا التسكين بتاع النهاردة طبعا والجروبات بتاعتنا الحمد لله وصلت، فاضل اتنين بس لسه على الطريق وكله هيتصور وهينزل لحضراتكم لإثبات المصداقية. كده احنا طالعين من قرية دريم وداخلين على قرية اللوتس نفسها. دريم ده اللي هو الملحق الخاص بقرية اللوتس اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، وقلنا ده عبارة عن خصوصية كاملة بيكون خمس شاليهات فقط دور أرضي. تمام كده قرية اللوتس اهي. طبعا هو في عربيات كتير، انا هنزل كنا على جنب، انا انزل وانت خش براحتك. كده احنا داخلين على قرية اللوتس نفسها اهو، هتلاقي اليافطة كده لو انت جاي من طريق السويس هتيجي من الاتجاه ده تمام، الاتجاه التاني العكس اللي في ظهري ده اتجاه قرية اللوتس اهو، هتلاقي ده على الجوازة. هنبدأ نخش على القرية. صباحك أبيض. اول ما بنخش على ايدينا اليمين هنا بتكون في مكان خاص للاطفال، وفي نفس الوقت هو بيكون مفضل للستيشن، يعني اللي عاوز يصور سيشن او يصور اي حاجه بيكون موجود هنا كده اهو، مكان جميل جدا للصور وبيتعمل فيه حفلات، ريت فاتحه، خطوبه، اي حاجه من دي عايزين تعملوها ممكن تعملوها هنا مفيش اي مشكله. وده بيكون عباره عن سفينه، دي السوبر ماركت اللي موجود في القريه، لو حد احتاج اي حاجه بتبقى اي مستلزمات اللي هي السريعة. طبعا لو احتجت اي حاجة من بره مفيش منها ايه اي مشكلة تمام. ماركت اللوز وش هنا اهو، دي كده احنا زي ما احنا وضحنا لحضراتكم، والمسجد بعد كده بيكون اخر حاجة. ده كده المسجد وده كده المكان اللي بنصور فيه الشيشة. هنبدأ نرجع تاني بداية اسكان العماير هنا، كل اللي في وشنا دي المجموعة ألف عشان اللي مش عارف، عشان في ناس كتير مش عارفه المجاميع من بعضها. دي المجموعه الف اللي على يمين البوابه، البوابه هناك اهي، اول ما تخش على ايدك اليمين بتبقى مجموعه الف. بالنسبه لرحلات الديوز في مبنيين في وشهم، المبنيين دول بيكونوا الحمامات الخارجيه اللي هم انت بتستخدمهم في الديوز، وفي زيهم تاني قدام صف اول على البحر مباشر، يعني في حمامات هنا ده سيدات ورجال، وفي حمام تاني طبعا ايه في زيهم تاني على البحر برضه هتشوفوهم وهنخش نصورهم. ودي المجموعة اللي هناك اللي قدامنا دي بتبقى مجموعة رقم ب، واللي في النص دي رقم ج. طبعا اللي قاعد هنا سيادة العميد، سيادة العميد يعني مدير القرية. ده كده مبنى الاستقبال، لما تخش في وشك على طول. بعد كده هنا ده
معظم العمارة اهو، عشان الناس اللي بتقول على الارتفاعات والكلام ده، مش ارتفاع خالص. اهي اول بلكونة الدور الارضي اللي هو تحت ده، ده ارتفاع الدور الارضي بالنسبة للشقة. احنا كده عند الشقة، احنا الشاليه صورناه، نظام الشاليهات كلها واحدة تمام، بس هي تختلف دريم ما بين هنا اللوتس طبعا. بس ده كده اول شاليه، اول عمارة اهي، وبعد كده العماير كلها بتكون جنب بعضها بالشكل ده تمام. الناس اللي متابعه معانا يا ريت نعمل شير كتير ونرفع البوست، وان شاء الله هيكون ليكم جوائز او ليكم مفاجات كويسه جدا هنقول عليها في اخر البث للي هيكمل معانا للاخر. اللي هيعمل شير في كذا جروب هيكون ليه مفاجاه كويسه. طبعا دي حمامات السباحه برضه هنصور لكم الاعماق عشان حضراتكم تبقى عارفين. دي مجموعة ألف ودي العماير بتاعت المجموعة. ده كده البستين أطفال أهي، والجنب الكبير الناحية التانية طبعا عشان مش هنصور حد عشان الخصوصية. شركة البرديس عميد يحيى أوراكوم. تمام. طبعا انا مش هسكر يعني، مش كلهم بيتغيروا، ففي ناس عارفينها وفي ناس مش عارفينها، فطبيعي ده بيديكوا زيادة امان انه مفيش اي حد بيخش في اي حتة ولا يخرج الا بنظام. طبعا هنخش كده بقى على الحاجات الجامدة الكويسة قوي. طبعا الحاجات دي بتشتغل من بعد الساعة 3 علشان خاطر الجو بيكون شمسة، فبتشتغل يعتبر من بعد العصر. الدنيا هنا بتبقى جميلة جدا بالليل. ده الاسكان اهو، مكملين في المميز. ودي كده الالعاب تمام. حبينا نعمل البث ده عشان نوضح فيه كل تفاصيل القرية. دي كده الالعاب اهي تمام. الالعاب دي طبعا وهي بالليل بتبقى شغاله، بتبقى جميله جدا. العاب كبيره وصغيره، في حاجات كتير طبعا زي الفريق او الفريق او مش عارف ايه، في حاجات كتير، والعربيات والطياره وحاجات كتير اصلا متغطيه يعني الزهرة، كل الحاجات المغطيه دي هي العاب، كلها العاب كبيره. وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم ان فوق ده كله في حديقه طفل مخصصه للطفل لوحديها، عشان خاطر ما ننساش برضو ايه الاطفال يستمتعوا معانا بجو جميل وكويس. وان شاء الله اللي عاوز يحجز معانا في رحله الديوز اليوم الواحد هيكون الفوق الاول، اول تاني ايام عيد الاضحى المبارك، والفوق التاني هيكون ثالث ايام عيد الاضحى المبارك. دي طبعا حديقه الطفل ما نفرجش عليها، هي موجوده الالعاب الخاصه بحديقه الطفل لوحديها، عليها تامين كامل عشان خاطر الاطفال. وده كده شويه كافيه في نفس الوقت بيبيع مشروبات سخنه على البحر على طول عشان ما تطلعش بعيد، وفي نفس الوقت لو عايز اي حاجه عوامات او اي حاجه للاطفال بتكون موجود موفره موجوده عنده. هنخش هنا بقى نوريكم البحر عشان اكيد انتوا قاعدين مستنيين. هنا الالعاب المائيه طبعا برضو زهره، وادي الشاطئ اهو مفيش منه اي مشاكل خالص، المياه وجمال المياه اهي، والشاطئ رملي جدا طبعا مفيش اي منه مشكله خالص. مش بينفع نقرب عشان خاطر الناس اللي موجوده. طبعا الشاليهات زي ما انتم شايفين بالنسبه لشاليهات اللوتس هي الشاليهات اللي بتبقى قدامكم دي، ده الفي اي بي واللي بعدها العادي تمام. طبعا في عماير هنا بتبقى مميزه تمام. الشاليهات دي كلها خش على القرية من الجنب اهو، لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار لاي حاجة ممكن يكتب في كومنت واحنا نرد عليه. كده احنا في ظهر الشاليهات من ورا، وداخلين على مجموعة جيم اللي هي في النص، اللي بيكون فيها الكافيه وفيها المطعم وفيها المبنى الاداري في نص القريه بالظبط زي ما وضحناه واحنا داخلين من بره. طبعا الجو هنا بالليل معظم الدخلات دي كلها بتكون منوره، وفي فيديو كامل طبعا احنا مجهزين لحضراتكم برضو هنعرضه لحضراتكم الفتره اللي جايه تمام. ده كده بيكون الكافيه، هو كده المبنى الاداري اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الكافيه والمطعم.
كافيه بره اهو، وفي البار اهو برضو موجود غير البار اللي هناك. برضو بنحب نسهل المسافات على الناس. الشاطئ طبعا في وشك اهو، ده البار اهو، والمطعم والكافيه. اصور لكم برضو ايه المطعم. دي العدد دي طبعا كلها، لو في حد عايز يقعد بيقعدوا، يستفردوا لك الشمس مفيش مشاكل. بيكون هنا في الدي جي هناك اهو بيشتغل، بس طبعا زي ما احنا قلنا لحضراتكم الحاجات دي كلها او معظم الخدمات دي كلها بتشتغل من بعد العصر، بحيث ما يكونش فيه ازعاج للسكان او اي حاجه. تمام، ده كده المبنى الاداري. ده مطعم الكاريو من البحر على طول. دي كده بتكون قاعة أفراح، وده المدخل اللي بيدخلك على الريسبشن. ننزل كده ونروح للمجموعة التانية. احنا كده في ظهر البار اهو. ده كده برضو بيقدم اسماك يعني جوه القرية، زي حاجة صغيرة كده اللي محتاج اسماك فريش طازة على طول بتكون موجودة عنده. برضو هصورها لحضراتكم. صباح الخير. دي حاجات فريش كلها بتبقى موجودة، اللي عاوز يعمل اي اضافيات من هنا مفيش اي مشاكل. تمام، دي مجموعة رقم دي مجموعة رقم ب عليها الدور الأرضي. نفس النظام الناحية التانية بتاخد كل الشاليهات. الفيو طبعا هنا في العلو بيكون جميل جدا. نفس النظام في المجموعة رقم ألف اللي احنا وضحناه لحضراتكم. وادي حمامات السباحة، وادي قدام العماير، وبعد كده بيكون البحر على طول مباشر زي ما وضحنا في الناحية التانية. ازاي؟ نفس النظام زي ما وضحنا لحضراتكم. ده الحد الأرضي ارتفاعه عشان الأطفال، والناحية التانية بتكون الأولاد. دي كده الشقق. طبعا البحر ظاهر، انت لو في العماره ورا الفيو بتاع حضرتك قدام منك على طول. نهاركم سعيد. دي كده احنا، ودي طبعا بتكون الحمامات اللي احنا وضحناها. في واحده تاني احنا عديناها، ودي واحده الحمامات انا هصور لكم دي بقى عشان هي القريبه بالنسبه لي دلوقتي. طبعا انا دي الحمامات السيدات. انا طبعا مش هقدر ادخل طبعا السيدات عشان ما ينفعش، فانا هصور لكم الحمامات هنا اللي هي الرجالي. هي طبعا نفس الحمامات يعني نفس المستوى، واحد حاجة محترمة جدا نظافة طبعا بالشكل ده. تمام، دي جوه التاني الحمام بيكون بالشكل ده، في دش. تمام، دي حمامات الديوز اللي هي الخارجية اللي بتبقى موجودة على البحر. تمام، حمامات السيدات بتكون زيها بالظبط. بعد كده هنطلع تاني احنا كده على البحر. دي كده البحر اهو لاخر السور اللي هناك. وبعد كده ده برضه خام بالنسبه للشاليهات. دي كده الميه. السلام عليكم. الشاليهات اهي اللي هي العاديه
مدفون بالشكل ده، نفس التقسيمه اللي احنا وراها لحضراتكم هناك في دريم في بدايه الفيديو، هي نفس التقسيمه هنا بالظبط. تمام، خش على الشط اهو عشان اللي عايز يتفرج على الميه، ويا ريت ما تنسوش تعملوا شير كتير. شاطئ رمل جدا نضيف. جينا على البحر اهو مفيش اي مشاكل، ناس جوه، الاطفال زي ما وضحنا لحضراتكم، القرية امان جدا جدا. ادي الشاليه اهو بيكون صف اول على البحر. دي محتاج مننا اي توضيح قبل ما نقفل البث، لان احنا مش شكل ده كده خلاص خلصنا، محتاجين مننا اي توضيح لاي حاجه، احنا كده خلصنا البث بتاعنا ونقدر نقول ان احنا صورنا في القريه بكل توضيح. وطبعا في انتظار حضراتكم جميعا ان شاء الله تشرفونا المواعيد اللي جايه ان شاء الله. النهارده التسكين بتاع رحله 14/7 الحمد لله اتسكنت، وفاضل عندنا التسكين دلوقتي بتاع ان شاء الله 18، وعندنا ان شاء الله 24 و25، وعندنا التسكينات ان شاء الله كل ده شهر 7 ان شاء الله، 14/7 وبعد كده 18/7 تمام، وبعد كده عندنا 24/7 وان شاء الله عندنا 25/7، وبعد كده هنخش بقى في شهر 8 تمام. واللي محتاج اي حاجه ممكن يتواصل معانا عن طريق الارقام اللي موجوده 010 29 010 303 707 59 او 012 86 18 27 93. طبعا هي دي كانت النتيجه في الاخر، واحب اعرفكم بنفسي انا احمد البرديسي رئيس مجلس اداره شركه البرديسي، وطبعا انا سعيد بوجود الناس كلها اللي بتحجز معانا، واحنا تحت امركم في اي وقت، واي حد عنده اي استفسار ما اعتقدش ان في وقائع اكتر من كده. ومعانا برضو ان شاء الله الناس اللي تابعت معانا، هنقعد نفلتر التعليقات، اي حد هيكون عمل مشاركه هنا في اكتر من جروب هيكون ليه مفاجاه كويسه، واحنا مش هنعلن عن المفاجاه دلوقتي لحد ما نشوف الناس ونشوف تفاعلها ايه لمده 24 ساعه. اللي هيعمل مشاركه وشير ويعمل منشن لاصدقائه هيكون ليه مفاجاه حلوه بخصوص عروض عيد الاضحى المبارك ان شاء الله. وما تنسوش زي ما قلنا لحضراتكم ان رحله عيد الاضحى ان شاء الله هيكون الفوج الاول تاني ايام عيد الاضحى المبارك، والفوج الثالث هيكون ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، الفوج الاول تاني يوم والفوج الثاني ثالث يوم ان شاء الله. في اتوبيسات وانتقالات متوفره ذهاب وعوده من الاسماعيليه ومن القاهره تمام، في انتقالات متوفره من القاهره وفي انتقالات موفره من الاسماعيليه. اللي حابب اي استفسار يتواصل معانا على الارقام الموضحه على البيدج اعلى 010 303 707 59 او 012 86 18 97. شركه البرديسي العنوان مكتب الحجز الاسماعيليه حي السلام شارع الدقليه والعشريني بجوار مسجد الرحمه خلف سوبر ماركت مجمع سعيد العدوي، شركه البرديسي. لو اي حد حابب يشرفنا في المكتب يشرفنا، لو اي حد من القاهره وحابب يبعت لنا عن طريق فودافون كاش برضو متاح، او عن طريق ان مندوب بيوصلك لحد البيت برضو متاح معانا مفيش اي مشكله. طبعا هنا بيعمل برضو حلويات نسيت اقول لكم يعني تمام. ان شاء الله يومكم سعيد ومبارك وكل عام وانتم بخير، وربنا يعود عليكم الايام بالصحه والعافيه يا رب. تمنياتي لكم باوقات سعيده، وبنشكر جروب رحله شركه البرديسي على اعضاء 14/7.